مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض بطاطا حرة كتير طيبة. أنا هون برشت بطاطا بطريقة صغيرة يعني مثل ما شايفين وقليتها بالزيت. هون كمان عملت بندورة وثوم وحار وبصل، وهون عنا الفول، وهون عنا الشطة اللي بتجي بالسوبر ماركت الدقوس، ممكن انتو تستخدموا شطة حرة عادية مثل ما بتحبوا. هون عندي ملح وسكر، وهون شي معلقة صلصة، وهون عندي تمر هندي. ممكن ناكل هاي الطبخة مع رز أبيض مع الدجاج على جنب مثل ما كل واحد بيحب. رح نبدأ سوا نعمل الطريقة. حطينا شوية زيت لحكي البصل والثوم والحر اللي أنا هرستهم لينقلوا. طبعا عندي الفرن شوي وسخ لاني هلا قليت الزيت، فطب عليه زيت يعني بعد ما نضفت. رح انطر لينقلوا شوي ويذوب. هلا رح ضيف الملح والسكر، ورح ضيف الحار اللي هو الدقوس تقريبا، ورح ضيف معلقه الصلصه. تمام، واحرقهم مع بعض. هلا بعد ما خلطوا مزبوط وشوفوا اخذوا لون واحد مع الدقوس والصلصة، رح ضيف التمر الهندي واخلطهم برضو لياخذوا كلهم مع بعض نفس النكهة التمر الهندي. بعد ما دقتهم لاحظت انه بدهم بعد شوية ملح، فرح زيت شوية ملح. وهلا رح ضيف البطاطا فوقهم وحركهم مزبوط لياخذوا كل الصوص مع بعض. تمام، رح ضل حرك فيهم لياخذوا الصوص مزبوط، بس انا عم بحرك بدي انتبه انه ما كسر البطاطا واهرسها. الله، لو بتشم الريحة ما اطيبها وما احلاها. هيك تقريبا شوفوا خلطتهم مزبوط. هلا رح احط فوقهم الفول السوداني، كلنا بنعرف الفول السوداني المملح، شوفوا نفس حبة فول السوداني رح احطها فوقهم وحركهم. وهيك صار معنا الطبق جاهز زينته بالنعناع. هاي طبعا أكلة إندونيسية كتير طيبة وحلو التغيير، أحيانا نحن عم نطبخ نغير طعمة اللي حوالينا. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، واللي بيشوفني لأول مرة ما ينسى يدق الجرس ليشوف كل جديدة. والله إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.